باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 30 من شهر طوبى. شهادة العذارى القديسات بستيس وهلبيس وأغابي وأمهن صوفية، نياحة أنبا مينا الأول بابا الإسكندرية 47. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس. بارك الله والرب من ينابيع إسرائيل. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. آمين. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراص، جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين: لماذا كان هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا. لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. لأن هذه
قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم حيثما يكرزوا بهذا الإنجيل في كل العالم يخبروا أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها والمجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عينا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان لأني أرى السماوات أعمال أصابعك القمر والنجوم أنت أسستها مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. قالت له المرأة يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيدي
أرى أنك نبي. آباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق، والمجد لله بولس. فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة أفسس، بركته علينا آمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. من أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون. فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا آمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع
لكي لا تعاقى صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. ألبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا. آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام، خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بتوليمايس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت في لوبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة، جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا. أمين.
يدخلنا للملك عذارى في إثرها جميع صاحباتها له يقدم يدخلنهن بفرح وابتهاج يدخلنهن إلى هيكل الملك هل لي مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان 5 منهن جاهلات 5 حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونم ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن فالأحرى أم تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد لله دائما